الشروق نقلت عن برلمانيين قولهم بوجود استنفار في البرلمان، وده استعدادا لبحث التشكيل الوزاري المنتظر. مصطفى بكري بيقول تعيين اكتر من نائب لرئيس الوزراء، واحتمال وارد التغيير سيشمل 8 وزارات و10 محافظين. وطبعا البعض بيشيد باختيار مدبولي لرئاسة الوزراء، وبيعتبروه كمان اصغر رئيس وزراء. المهندس مصطفى مدبولي او دكتور مصطفى مدبولي تقريبا 52 عام، فهو اصغر رئيس وزراء يتولى هذا المنصب.